تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعينا في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل في هيئة الصحة في دبي، معانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وكالعادة مخرجنا المبدع نمر محمد. وبعد يسعدني أن نستضيف معانا اليوم سعيد المر مخرجنا رقم 2. ومعاكم في التقديم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعينا، إذا أنتم حابين تتواصلون وتتفاعلون معانا تقدرون على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم متنوعة، وبما أنه الخميس الونيس راح نختمها بالصحة العامة وبعض النصائح في الصحة العامة. ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين، أذكركم أن حتى لو أنتوا أخذتوا الجرعتين من لقاح كوفيد-19 ما زال عليكم تلتزمون بالتدابير الوقائية وإجراءاتكم الاحترازية، ومن ضمنها لبس الكمامات. نرجع ونأكد عليكم أن اللقاحات آمنة وفعالة حتى لأصحاب الأمراض المزمنة. وعندنا اليوم خبرنا لليوم يقول تمرين بسيط لمواجهة آلام مؤخرة الرقبة. قال جراح العظام الألماني ديفيد كريستوفر أنه يمكن مواجهة آلام مؤخرة الرقبة بالتمرين بسيط جدا يعرف بقطف التفاح. وأوضح الجراح كوبوش أن كل ما يتعين على المرء فعله هو رفع ذراعه الأيمن والأيسر إلى أعلى قدر المستطاع بالتناوب، حيث يعمل هذا التمرين على إطالة العمود الفقري وإرخاء عضلات مؤخرة الرقبة والظهر، علما بأنه يمكن أداء هذا التمرين وقوفا أو جلوسا. وأيضا عشان تتجنب آلام مؤخرة العنق أثناء العمل المكتبي، ينبغي أنك تراعي اتخاذ العمود الفقري لوضعية قائمة، حيث يعمل ذلك على تخفيف العبء القواقع على العمود الفقري، مع الحرص على تغيير وضعية الجلوس والنهوض من حين إلى آخر. هذا كان خبرنا لليوم، وننتقل إلى آخر ما وتواردت في صفحات الهيئة وفي وسائل التواصل الاجتماعي. ناخذ معانا أسمى الجناحي. صباح الخير أسمى. أسمى بعدها ما ردت علينا. أوكي أسمى، صباح الخير. صبحكم الله بالنور سروة دكتورة، عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. شو عندك من آخر الأخبار والمستجدات حقنا أسمى؟ من ضمن الأمور اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي واللي تم إعلانها أمس، هو نوجه عناية الجمهور الكريم بأنه تم إيقاف خدمة فحص كوفيد-19 بمركز البرشاء الصحي اعتبارا من اليوم، وتوجيه جميع المتعاملين إلى المراكز الصحية المخصصة. تم حاليا مركز البرشاء لا يوفر خدمة PCR، وتم إيقاف هذه الخدمة في المركز. أيضا نحن من ضمن النشرة تم وضع أيضا جميع المراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي واللي توفر خدمة PCR، وهو مقسم لقسمين. القسم الأول اللي هي يجب أن يكون يعني موعد مسبق قبل الحضور إلى المركز، وهم مراكز الرعاية الصحية الأولية واللي هي ند الحمار، المنخول، الطوار، ند الشبة، اللي سيري. ممكن أخذ مواعيد PCR عن طريق الكول سنتر 8342 أو من خلال تطبيق هيئة الصحة.
أيضا من المراكز اللي تحتاج موعد مسبق هو مجلس الراشدية، مجلس ميناء جميرة، ونادي النصر، وهذول أيضا يطلبون موعد مسبق. هناك منصات موجودة في مراكز تسوق لا تتطلب موعد مسبق، وهو مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة، هذول من المراكز اللي ما تتطلب. لكن أوقات العمل هي من 10 صباحا إلى 5 مساء أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء، الخميس والجمعة والسبت هي من 10 صباحا حتى السابعة مساء. أيضا الأشخاص راح توصلهم نتيجتهم من خلال الاسمس، ويمكن أيضا الحصول على التقرير الطبي من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. كل اللي عليهم أن يعني يكون عندهم الإمارة النمبر، وأصلا أي واحد يسوي البي سي آر بيكون عنده إمارة النمبر، ويدخل للتطبيق ويقدر أيضا يطبع، يرسل، يبعث لبريد الإلكتروني كل التفاصيل المعنية بهذا الموضوع. أيضا نحب نشكر الجميع على كل الأشياء اللي يعني الرسائل الإيجابية اللي قاعدة توصلنا حول التطعيم، ونشجع الجميع من يعني حاليا في هيئة الصحة نقدم تطعيم لفئة ذات الأولوية، وكانت يعني هناك يعني أمس بدينا التطعيم في تطعيم أسترازينيكا، واللي تم إعلان عنه يوم قبل يومين. وبس نأكد على الفئات العمرية اللي هو لفئات العمرية من 18 إلى 60 لكافة المواطنين والمقيمين من أصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة حاملي إقامة دبي سارية. هناك الفئة الثانية وصلتنا مجموعة من الأسئلة عن خط الدفاع الأول والمهن الحيوية، يتم ذلك من خلال التنسيق المشترك بين هيئة الصحة وجهة العمل اللي هم يعملون فيها، ويمكن التواصل معنا من قبل الجهات. أما الأشخاص يمكن يأخذون موعد من خلال اتصال على 3402 اختيار لقاح كوفيد، بعدين لأنه هو كله بيكون بشكل صوتي وآلي، اختيار لقاح كوفيد، مواعيد اللقاح، بعدين اختيار نوع اللقاح وهو أسترازينيكا، وأيضا أسترازينيكا. نحن نحب نأكد بس إنه يعني بعض الأشخاص وصلتنا رسائل إنه يسألون هل سيتم توفير لقاح فايزر بيونتك. نعم سيتم توفير لقاح فايزر بيونتك، وهذا من ضمن الرسائل اللي نحن تم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي، إنه سيتم توفيره، وحاليا نعمل مع الشركة المصنعة لتوفيره بأسرع وقت ممكن. تقريبا هالأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، والردود اللي كانت على الأسئلة الأكثر استفسارا كانت قنوات التواصل الاجتماعي. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة كانت معانا أسماء الجناحي، وقالت لنا عن بعض المعلومات الجدا مهمة، من ضمنهم أن هيئة الصحة قامت بتوفير لقاح أسترازينيكا أوكسفورد أسترازينيكا، وصار أيضا من ضمن الاختيارات اللي المتعاملين يقدرون يختارون اللقاح اللي يناسبهم، وانضاف له لقاح أسترازينيكا. بس أني أذكركم أعزائي المستمعين إن المرحلة العمرية اللي نستهدف في هذا اللقاح هو من سن 18 حتى 60 سنة، وفئتنا الأولى هي المواطنون جميعا، والمقيمين اللي هم من أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة ويكونون حاملين إقامة دبي سارية المفعول. فئتنا الثانية طبعا خط دفاعنا الأول، ولكن هذا يكون بالتنسيق مع المؤسسات اللي يشتغلون فيها. هاي كانت مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي لليوم مستمعينا. بناخذ لكم فاصل قصير وبنرجع لكم مع خدمات لعلاج مشاكل الغدة الدرقية. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-1414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يقدم مستشفى دبي العديد من الخدمات التخصصية للمرضى، ومن هاي الخدمات تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية. عشان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع بالتفصيل، يسعدني ويشرفني أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف
الدكتور محمد عبد اللطيف أخصائي الغدد الصماء والسكري في مستشفى دبي. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا. كيف الحال دكتور محمد؟ لو شوي تحدثنا عن الخدمات اللي تقدمها مستشفى دبي لمرضى الغدة الدرقية بشكل عام. السلام عليكم ورحمة الله. معكم دكتور محمد عبد اللطيف، مستشفى دبي، وحدة الغدة الصماء والسكري. نهاركم سعيد. بس حابي أكلمكم شوية عن الخدمات المقدمة لمرضى أمراض الغدة الدرقية في مستشفى دبي. حيث في مستشفى دبي طبعا توجد وحدة فيها عدد كبير من الأطباء المتخصصين في كل أنواع أمراض الغدة الصماء وخاصة أمراض الغدة الدرقية. أيوة. يوجد عندنا مستشفى دبي نظام متكامل لعلاج كل أنواع أمراض الغدة الدرقية. تقوم هذه الخدمة على مجموعة من الأطباء أصحاب التخصصات العالمية المختلفة والخبرات العلمية الطويلة. يحتوي الفريق على عدد كبير جدا من أطباء المواطنين والأطباء المقيمين. جميل جدا. وهم كلهم أصحاب خبرات عالية خبرة طويلة في مجال علاج أمراض الغدة الدرقية. طبعا أمراض الغدة الدرقية هي تعتبر من أكثر الأمراض شيوعا في مجال غدة الصماء، وتصيب كل الأعمار، ولكن أكثر شيوعا في الشباب بين عمر 20 و40، وتصيب أكثر النساء أكثر عن الرجال. أيوة. وشو هي أسباب مشاكل الغدة الدرقية دكتور؟ أسباب مشاكل الغدة الدرقية متعددة. من أسباب المعروفة هي أسباب وراثية. في أسباب تتعلق بالتهابات حادة تصيب الغدة الدرقية، وهناك أسباب أخرى تتعلق بخلل في الجهاز المناعي للجسم يسبب في أمراض الغدة الدرقية. ضمن الأمراض الغدة الدرقية المعروفة، تضخم الغدة الدرقية نتيجة لوجود عقيدات أو عقد في الغدة الدرقية. ومن الأمراض الثانية الشائعة خمول الغدة الدرقية أو قصور وظائف الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية. كما توجد أنواع متعددة تصيب الغدة الدرقية من أنواع السرطان. كل هذه الأمراض يمكن يوجد علاج متكامل بالنسبة لها في مستشفى دبي. لو نتحدث عن أعراض أمراض الغدة الدرقية دكتور، لو تحدثنا شوي عن الأعراض. نعم، أعراض الغدة الدرقية تختلف حسب المرض. لو بدأنا بالأكثر شيوعا وهي قصور أو خمول الغدة الدرقية. أيوة. يعاني الشخص من خمول الغدة الدرقية من أعراض كزيادة الوزن. أيوة. والإحساس بالكسل، زيادة النوم. أيوة. إحساس مستمر بالبرد، تساقط في الشعر في السيدات، جفاف بالجلد، الإنساك المزمن. أيوة. قلة التركيز. هذه كلها من أسباب قصور أو من أعراض قصور الغدة الدرقية. يعني إحنا نقسم أمراض الغدة الدرقية لقسمين مثلا دكتور، القصور والنشاط، نقدر نقسمها كذي عشان نسهل لمستمعينا، ولا في أقسام ثانية بعد؟ نعم، هو الأكثر شيوعا صحيح، الأكثر شيوعا هي القصور والنشاط. أوكي. وبعدها تجي موضوع العقد والأورام. أوكي. فالقصور اللي أنت حدثنا عنه اللي هي زيادة الوزن والخمول والتعب هذا، فشو هي أعراض النشاط الغدة الدرقية؟ أعراض نشاط الغدة الدرقية تعتبر تقريبا هي عكس أعراض الخمول. أيوة. ينتج عن الشخص أو شيء فقدان للوزن. فقدان متسارع للوزن. أيوة. وإحساس بالفرط نشاط. وإحساس بالتعرق المستمر، والإحساس بالحر أكثر من إحساس البرد مقارنة بقصور الغدة الدرقية. أوكي. والخمول. كذلك زيادة في ضربات القلب. زيادة في العصبية. أوكي. مع خلل في الدورة الشهرية. أيوة، يعني كأنهم معاكسين لبعض دكتور. نعم. وهل في فئات عمرية أكثر عرضة للإصابة للنوعين هذا ولا؟ نعم. الفئات العمرية الشباب أكثر إصابة، أكثر عرضة إصابة. أيوة. بين العمر 20 و40 سنة، ويظل النساء أكثر عرضة من الرجال مقارنة بالرجال. النساء أكثر عرضة من الرجال.
أوكي. وننتقل للسؤال اللي أنا دائما أحبه، اللي هو أهمية الكشف المبكر عن المرض، وشو دوره في تفادي المضاعفات السلبية لهذا المرض؟ أهمية الكشف المبكر في علاج أمراض الغدد الدرقية تعتبر من أهم الأشياء في متابعة علاج المريض. بالضبط. فإذا أخذنا مثال فقط، مثلا أصول الغدد الدرقية اللي هو ممكن يبدأ من حتى مرحلة الطفولة. أيوة. فإذا تم يعني زمان ما كان فيه انتباه للأعراض اللي ذكرناها سابقا، خمول وكسل وزيادة وزن. أوكي. هذا ممكن يترتب عليه مثلا الطفل أو الشاب الصغير أنه يصير عنده نوع من قلة في التحصيل الدراسي، ويصير عنده مشاكل اجتماعية بخصوص أنه ما اكتشف هالمرض، يعني مثلا يكون فيه نوع من الكسل أو صعوبة في الإدراك أو صعوبة في التحصيل الدراسي بالنسبة لمرض الخمول الغدة الدرقية. وحتى عند في العمل نفس الشيء، ممكن تواجههم مشاكل وصعوبات إذا لم يكتشف المرض. أيوه. بالنسبة اللي عندهم نشاط في الغدة الدرقية نفس الشيء، ممكن يصير عندهم مشاكل مثلا في المدارس أو في الجامعات أو في حتى في العمل نتيجة لفرط الهرمون، زيادة الهرمون ينتج عنه نوع من العصبية، قلة التركيز. أيوة. دائما ممكن الشخص خاصة إذا كان يتعامل مع الجمهور يكون عنده مشاكل كثيرة جدا في عمله أو في دراسته، ويكون يعني إنه لم يتم الانتباه لأنه ممكن تكون هذه مشكلة من مشاكل الغدة الدرقية سهلة العلاج والتشخيص. أيوة. معنات الكشف المبكر جدا مهم، فلو تحدثنا شوي عن الإمكانيات المتوفرة في مستشفى دبي لتشخيص وعلاج أيضا مشاكل الغدة الدرقية، من حيث إذا عندنا أي أجهزة أو تقنيات حديثة. دكتور، لو تحدثنا شوي عن الإمكانيات المتوفرة عندنا بالنسبة خدمات علاج أمراض الغدة الدرقية مستشفى دبي، فهي خدمات متكاملة تضاهي الخدمات العالمية في أي مكان في العالم. جميل جدا. حيث يوجد عندنا عدد كبير من الأطباء المهرة المتخصصين ذوات الخبرة العالية. أيوة. وأصحاب شهادات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من بريطانيا، من ألمانيا، من المملكة العربية السعودية، ومن الإمارات. تمام. كما ذكرت آلف يعني قبل، إنه في عدد كبير من الأطباء المواطنين بالإضافة للأطباء المقيمين، وهي شكل خبرة عالية. بالنسبة للإمكانيات المتوفرة غير الأطباء، يوجد عندنا طبعاً القسم المختبر اللي موجود عندنا، هو يتوفر فيه كل أنواع الفحوصات الطبية المطلوبة المخبرية لعلاج أمراض الغدة الدرقية. أوكي. من فرط نشاط الغدة الدرقية، كسل الغدة الدرقية، الأكساون البارضة، كل علامات التهاب الغدة الدرقية. كما يوجد عندنا أطباء متخصصين في قسم الأشعة، في عمل أشعات الغدة الدرقية بالموجات الصوتية وأشعات مقطعية، وهم يتمتعون بخبرات عالية لتشخيص المرض بسهولة وبدقة. ضمن الخدمات الموجودة في مستشفى دبي أيضا، يوجد عندنا في قسم الغدة الصماء أطباء كلهم متدربون مع شهادات عالمية على عملية الموجات الصوتية للغدة الدرقية، وأخذ عينات غدة الدرقية عن طريق الإبر الدقيقة أو الإبر الرقيقة، أو ما نسميها الخزعة. وهي من الفحوصات المهمة عشان تشخيص أنواع العقد أو العقيدات الموجودة في غدة الدرقية. دكتور، لو في نصيحة أخيرة توجهها للمستمعين بخصوص مشاكل الغدة الدرقية. نصيحة للمستمعين الانتباه على نطاق الأسرة خاصة، بدءا من مرحلة الطفولة والشباب، على أي أعراض تدل على مثلا تضخم في الرقبة للأمام أو أي تغيير مفاجئ في الوزن سواء كان بزيادة أو نقصان. أيوة. أوكي. أو إحساس بالحرق أو البرد أو تغيير في شخصية الإنسان أو سلوكه. هذا يتطلب الانتباه، ممكن هذا السبب يكون نتيجة لخلل في وظيفة الغدة الدرقية. صحيح. وهذا يمكن التفادي بفحص بسيط موجود في المستشفيات، هيئة الصحة في دبي وعيادات هيئة الصحة. نرجو الانتباه، كل المشاكل هذه ممكن تكون سببها
مشكلة الغدد الأرقية. جميل. دكتور محمد عبد اللطيف أخصائي الغدد الصماء والسكري، شكرا على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياه وعلى وقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. ألف شكر كل سنة طيبين، وداوموا على تباعد الاجتماعي انتباه. أيوة. الخروج من هذه الجائحة إن شاء الله بإذن الله. كان معانا الدكتور محمد وحدثنا عن مشاكل الغدة الدرقية، وقال الدكتور أن هي تعتبر من أكثر المشاكل شيوعا من ناحية الغدة الصماء. فمستمعينا، إذا حسيتوا نفسكم فيكم بعض الأعراض اللي ذكرها الدكتور، طبعا يعني أنصحكم أنكم تتوجهون وتأخذون أقرب موعد مع طبيب غدة صماء، يمكن يعني تنتبهون أن عندكم مشكلة وعلاجها يكون جدا بسيط والتشخيص يكون بعد بسيط. وبعدين أكيد يعني إذا عالجتوا هاي المشكلة راح تحسون بتغيير كبير، وهذا اللي أنا لاحظته في الكثير من الأشخاص اللي كانوا يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية، وبعلاج جدا بسيط تحسنت حياتهم وتعدلت جودة الحياة عندهم. وهاي كانت خدمات مستشفى دبي. مستمعينا، قبل ما نطلع للفاصل نذكركم بأن لقاح أسترازينيكا صار متوفر عندنا في هيئة الصحة، وحاليا صارت عندنا ثلاثة أنواع من اللقاحات المتوفرة في هيئة الصحة. لقاح فايزر بايونتك اللي إن شاء الله يعني سوف يعني توصلنا شحنة منها في القريب العاجل، وأيضا عندنا لقاح ساينوفارم اللي هو مستهدفين في المواطنين وأيضا المقيمين اللي فوق سن 60 سنة والحاملين لإقامة إمارة دبي. وأيضا أضفنا لقاح ثالث إلى مجموعتنا اللي هو لقاح أسترازينيكا اللي هو نستهدف فيه الفئة العمرية اللي هو من سن 18 إلى 60 سنة، ونستهدف المواطنين والمقيمين من حاملي إقامة دبي اللي يكونون من أصحاب الهمم أو أصحاب الأمراض المزمنة. وأيضا ما ننسى أن دائما في فئاتنا المستهدفة يكون في الحساب عندنا خط دفاعنا الأول. مستمعينا، هاي كانت فقرتنا لليوم، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع مصطلحنا الطبي والعلاج الطبيعي والرياضة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. إذا كنتوا حابين تتواصلون معنا أو كانت عندكم أي استفسارات، بإمكانكم تتواصلون على الرقم 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مصطلحنا الطبي لليوم يقول ورم العصب السمعي هو ورم غير سرطاني، وعادة ما ينمو ببطء على العصب الرئيسي اللي يقود من الأذن الداخلية إلى المخ. تؤثر فروع هذا العصب بشكل مباشر على التوازن والسمع، ويمكن أن يتسبب الضغط الناتج عن ورم العصب السمعي في فقدان السمع ورنين في الأذن وعدم الثبات. ينشأ ورم العصب السمعي عادة من خلايا شوان اللي تغطي هذا العصب وتنمو ببطء أو لا تنمو على الإطلاق، وفي حالات جدا نادرة قد ينمو بسرعة ويصبح كبير بما يكفي للضغط على الدماغ ويتداخل مع وظائفنا الحيوية. طبعا علاج هذا الورم يكون المراقبة المنتظمة والإشعاع وممكن الإزالة الجراحية. وهذا كان مصطلحنا الطبي لليوم، وراح ننتقل إلى التمارين المنزلية بعد العمليات. يعتبر العلاج الطبيعي بعد العمليات الجراحية من الإجراءات الطبية اللي تساعد المرضى على استعادة أعضاء الجسم لوظائفها الطبيعية، إضافة إلى تسريع عمليات الشفاء.
لكن في ظل الظرف الاستثنائي لجائحة كوفيد 19 ينصح الأطباء المرضى الذين قاموا بإجراء هاي العمليات بأهمية ممارسة تمارين العلاج الطبيعي في منازلهم، طبعا ذلك لتفادي الذهاب إلى المستشفيات وتقليل احتمالية إصابتهم بكوفيد 19. ولنتحدث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة سهام المرزوقي، أخصائية العلاج الطبيعي. صباح الخير أستاذة سهام. صبحت الله بالنور والسرور، حياكم الله متابعينا. لو تحدثينا شوي أستاذة عن أهمية العلاج الطبيعي خصوصا بعد إجراء العمليات، وشو هو دوره في تأهيل أعضاء الجسم وعودتها لطبيعتها؟ مثل ما تفضلتي أستاذة، يعتبر العلاج الطبيعي جزء لا يتجزأ من عملية شفاء المريض وعودته إلى نشاطه المعتاد. فنحن بهالخصوص ننصح المرضى اللي يسوون عمليات أو تدخلات جراحية مثل تبديل المفاصل أو عمليات العمود الفقري بضرورة الالتزام برجيم التمارين المنزلية حسب البروتوكول المعطى للمريض. جميل. وإذا واجهتهم صعوبة أو مثلا ما يعرفون أي تمرين ممكن يزاورون، ممكن يرجعون لطبيبهم المختص أو المعالج الطبيعي الخاص بحالتهم. وفي خاصية طبيب لكل مواطن، ممكن أنهم يدخلون عبرها والطبيب المباشر بيكون موجود عشان يساعدهم على أكمل وجه. جميل جدا أستاذة. وتحدثين عن خدمة الاستشارة الهاتفية وأهمية التواصل بين المريض وأخصائي العلاج الطبيعي. أكيد، نحن حاليا لأن بسبب جائحة كورونا في وايد من المواعيد تأجلت حتى يعني شهور بعدين. أيوة. فحرام أن يتعطل العلاج أو مثلا خصوصا عقب العمليات، فهالشيء ضروري بالنسبة للمريض حتى يرجع لوظائفه الحيوية. فنحن ننصح المريض إنه إذا واجه صعوبة أو مثلا حس بألم ما يسكت عنه، مفروض إنه يرجع لطبيبه. وإذا ما قدر إنه يصير عيادة بسبب الظروف أو ما حصل مواعيد مثلا، في الاستشارة الهاتفية وعبر التطبيق، يقدر يدخل عبر التطبيق ويكون في فيديو كول مع الطبيب المباشر ويقدر ينصحه ويسوي له الجلسة العلاجية بكل أريحية. يعني هل هي هاي مثل الطبيب لكل مواطن ولا هاي خدمة منفصلة؟ طبيب لكل، لا هذا مثل الطبيب لكل مواطن. نحن إن شاء الله بنشتغل على إنه يكون في علاج طبيعي عن بعد بعد. أيوة. وشو يعني آلية هاي المكالمة أستاذة؟ يعني شو يصير إذا هو مثلا اتصل؟ كيف نوعية الاستشارة تكون؟ يعني لو شوي تشرحين لمستمعينا شو يصير أثناء المكالمة هذه؟ إن الطبيب بيكون موجود ومكالمة. أيوة. فيديو، يعني المريض يكون جاهز معاه، يراوي الطبيب مثلا البيئة اللي هو يالس فيها، فهو ممكن مثلا انه يقول له مثلا هذا الكرسي غير مناسب او أيوة. هذه الوضعية غير مناسبة. او مثلا انت هالجهاز تقدر تستخدمه بالطريقة الفلانية، او يعني على حسب كل حالة والثانية، فيقدر انه يتواصل معه بطريقة افضل. جميل جدا. اي جميل جدا، يعني كأن يعني المريض يراوي الطبيب المكان اللي هو قاعد فيه، وممكن بعد الطبيب يراوي بعض التمارين بعد اثناء، لان هي مكالمه أكيد. فيديو فاكيد بيكون في بعض النصائح وممكن بعض التمارين عن طريق الفيديو ايضا. استاذه أكيد. سهام، في نقطه اضافيه حابه تضيفينها في موضوعنا لليوم؟ هي اكيد عندي بس كلمه اخيره عبر منبركم، ان إن شاء الله يعني تأخير المواعيد وتأجيلها هذا الشيء يعني خارج عن إرادتنا، وإحنا بالعكس يعني حابين إن نشوف المرضى، لكن لازم المرضى بعد يكون من جانبهم الالتزام بالرجيم الموجه لهم. جميل. ونتمنى من جميع المرضى التعاون مع الجهات الحكومية والالتزام بالإجراءات الوقائية عشان نقدر نشوفكم في عياداتنا ونرجع لحياتنا الطبيعية من أول وجديد. إن شاء الله أستاذة سهام، شكرا على معلوماتك القيمة ووقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك وحياكم الله.
كانت معنا الأستاذة سهام المرزوقي وتحدثت عن أهمية استمرار المريض للعلاج الطبيعي في المنزل بعد العمليات عشان ظل الجائحة كوفيد. يعني مستمعين الأعزاء، إحنا في فترة جديدة علينا، يمكن مو متعودين أن إحنا ناخذ استشاراتنا عن طريق الهاتف، مو متعودين مثلا تكون الاستشارة عن طريق الفيديو كولز هذا. فالساعات التطور بعد والتقنية احنا لازم نواكبها، وبالعكس يعني جربوها ويمكن بعدين ما تقدرون حتى تستغنون عن هاي الخدمات. ومن العلاج الطبيعي ننتقل الى فقرة الصحة العامة. موضوعنا لليوم عن موضوع اليوم بيكون الوقاية من السرطان. يعتبر السرطان من الأمراض الشائعة بين أفراد المجتمع اللي يمكن الوقاية منها أو تفادي مضاعفاتها السلبية من خلال تبني أنماط الحياة الصحية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني ويشرفني أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة شيخة محمد الأحبابي، أخصائية التثقيف الصحي بقسم التعزيز والتثقيف الصحي. صباح الخير شيخة. صباح النور دكتورة، كيف الحال؟ تمام، شخبارك شيخة؟ الحمد لله بخير. شيخة، بس لو تحدثينا شوي عن أهمية تبني أنماط الحياة الصحي للوقاية من السرطان. طبعا أهمية تبني نمط حياة صحي وايد مهم، لأن نمط الحياة الصحي هو عبارة عن عاداتنا اليومية اللي نقوم بها بشكل متكرر، وهي تبني النتيجة اللي نحن فيها اليوم. من أهم العادات الصحية اللي نقدر نواظب عليها هي الحصول على القدر الكافي من النوم، فهو يساعد في تجدد الخلايا في الجسم وبنائه. ونحن دائما نسهر أو نطول مثلا أكثر عن اللزوم في فترة الليل، ويفضل أن ننام بكر. وبعد عندنا الحركة وممارسة الرياضة والهوايات، يعني تسوين رياضة، تمشين كل يوم، المهم تتحركين، جسمك يتحرك، يجدد خلايا جسمك، تحسين بنشاط أكثر، يروح عن الشعور اللي هو الخمول والتعب. عندنا بعد طبعا هو يعني من أهم الأشياء هو النظام الصحي والمتوازن. النظام الصحي المتوازن يعني مو نقصد بس إنه يعني تتبعون رجيم أو نوع معين، بس المهم ان نحن نكون واعين في الاختيارات اللي نحن نختارها بشكل يومي لأكلنا. واللي بنحطه احنا في جسمنا هو بيبين بعدين معانا. بالضبط بالضبط، اوافقك الراي. لو تقولين ليش احنا اخترنا نتحدث اليوم عن السرطان شيخة، يعني شو سبب اليوم اختيارنا لموضوع السرطان اليوم؟ اليوم طبعا 4/2 وهو اليوم العالمي للسرطان. أيوة. أنا حبيت إني أدخل في هالموضوع لأن انتهز هالفرصة إنه هو يوم عالمي، وأشارك بعد في هالحبل التوعوية اللي هو حق الأويرنس. جميل. أنت تحدثتي أن الغذاء الصحي له دور كبير في تجنب الإصابة بالسرطان. لو شوية تحدثين زيادة عن شو تقصدين بالغذاء الصحي؟ الغذاء الصحي أقصد مثلا نزيد من كمية الخضار اللي موجودة في طبقنا اليومي، وبعد الفواكه خاصة اللي تكون فيها مادة مضادة للأكسدة، هذا جدا مفيد حق الجسم إنه يحارب خلايا السرطان، أو إنه يساعد الجسم يكون بشكل عام صحي أكثر. طبعا بعد بتورى عنا إحنا عادات سيئة ولازم نتخلص منها. صحيح. مثل السهر. السهر هو أهم شيء، يعني السهر إذا أنت ما ارتحت كمية الكافية جسمك ما يقدر يرد إعادة تجديد كل هالخلايا. الأكل الغير صحي، الفاست فود، الأكل السريع، الوجبات السريعة، الوجبات الدسمة، يزيد في الوزن، زيادة الوزن دائما شو تسوي لنا complications أو مضاعفات مضاعفات بعدين.
فمن ضمن هالأشياء إحنا بعد نقول عدم الحركة، يعني أكثر وقت ما نكون ياسين ما نتحرك أو الخمول، هالأشياء طبعا عادات سيئة ونحاول نقلل منها لين ما نقدر أن نتخلص منها. التدخين، وهذا جدا صعب إن الإقلاع عن التدخين، لكن إحنا نكون واعين أول شيء بالشيء اللي هو يضر جسمنا، إحنا عايشين في هذا الجسم، صحيح. فنحن نحاول أن نخلي هالجسم في أحسن حال. فالتدخين دائما ننصح أن تتجنبون عنه أو تقللون فيه شوي شوي لين تقدرون أنكم تتجنبون أو تقطعون التدخين. وشيء أنا وايد أحب أسوي إنه التأمل والاسترخاء والتواصل مع الذات الصفية الذهن، هذا وايد مهم للتقليل من القلق والضغوطات. دكتورة تحسين عاد الحين في هالأيام الكورونا والأخبار والشغل وايد مسؤوليات علينا، إحنا ننسى هذا الجانب المهم في صحة الإنسان اللي هو جانب التواصل مع الذات، الجانب الروحي أكثر. الجانب الروحي، لأن العديد من الدراسات قالت أن زيادة مستوى التوتر في الجسم يؤدي إلى الإصابة بأنواع معينة من السرطانات. فأنا أتفق معاك أن لازم إحنا نخصص وقت معين لأنفسنا عشان نتخلص من هاي التوترات الموجودة في حياتنا، وإحدى هاي الطرق اللي هو التأمل والاسترخاء والجلوس مع الذات. وشو بعد؟ عندنا طبعا أهمية الفحوصات دكتورة، يعني الفحوصات الدورية وايد مهمة أن تساعدنا على الكشف المبكر إذا كان فيه، صحيح. والكشف المبكر دائما يساعد في العلاج، يعني أنت بتكونين ماسكة، بيكون المريض يكون عارف أن في سرطان بس في بعد في بدايته، فنقدر نحتويه، نقدر صحيح. في معظم الأوقات إن شاء الله. فأنصح إن دائما ما تهملون الجانب الطبي، هو التشيكاب الكشوفات، هذه كل هاي الفحوصات هاي لازم تكون بشكل روتيني بشكل شبه سنوي. لو تعطينا مثلا نبذة عن هاي الفحوصات والمراحل العمرية اللي تنصحين فيها إن إحنا نجري هاي الكشوفات. طبعا دكتورة على حسب المريض أو حسب الفئة بالمجتمع، مثلا النساء ينصح ان الماموغرام يبدا يتسوالهم عشان يكشف عن سرطان الثدي، اي صحيح. من العمر 40 الى فوق، اذا كان فيها اذا كانت هي عندها مثلا حد من اقاربها، اذا كان في سبب ان هي تسوي هذا الماموغرام من وقت مبكر، يعني نسوي من 40 وطالع لكل حد، لكن إذا هي كان عندها تاريخ عائلي إحنا ننصح أنها تبدأ هذا الفحص أبكر من 40. إيه إنزين، وبعد وعندنا بعد حتى حق الرجال لازم يسوون الفحص حق الرئة والأشياء أكثر بعد، بس دائما تستخدم طريقة الماموغرام اللي هي للكشف المبكر عن السرطان. وإحنا ما نحصر بس الشيء عن السرطان، مرة واحدة الضغط، السكر، كل شيء، كوليسترول، كل شيء أنت بتكون عارف، عشان أوقات أنت بتشوف مثل المؤشرات، الكوليسترول ارتفع، السكر مش مضبوط، لحظة أنا لازم الحين أعدل الدايت، أعدل الأكل، أعدل نمط حياتي. فبالعكس حتى لو ما كان حتى سكرينينج أو فحوصات حق السرطان، تكون فحوصات عادية بس تقدر تجنبنا مضاعفات اللي توصلنا للسرطان. جميل جدا شيخة، لو تلخصي لنا النماط، لأن أولا دائما وأبدا تغييرك في نمط حياتك الصحي مش فقط يقيك من السرطان ولكن يقيك من أمراض عديدة جدا، لو تلخصين لمستمعين الأعزاء أهم النقاط اللي لازم يحطون في بالهم إذا هم حبوا يغيرون من أنماط حياتهم. طبعا هو الوعي الكافي، طبعا احنا بنقول ان تكونين واعي، تكون واعي انت كشخص عن الاكل اللي انت بتاكله بشكل يومي، نختار مثلا بدال الحليب كامل الدسم قليل الدسم، نحاول ان مثلا نزيد كمية الخضار، نزيد كمية الفواكه، نزيد كمية المكسرات لان فيها الأوميجا والدهون النافعة، فهالأشياء أنت لازم تكون يعني أنت كشخص تكون
واعي من من هالناحية الأكل. ثانيا الحركة، كل يوم 30 دقيقة ساعة مشي تتحرك، المهم أنك يحرك جسمك، الدورة الدموية تتنشط. أن النوم الكافي، النوم الكافي من أهم 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 الأشياء، أنا حاطينه في رأس القائمة. صحيح. أنا سبحان الله النوم يعني إحنا عندنا مثل ما بقول عدم معرفة، بس وايد متجاهلين أهمية النوم عندنا مش أي نوم بعد شيخة، نومة الليل هذه تثبتت الدراسات إن لا يمكن إن الواحد يعوض نومة الليل، وخصوصا في الساعات الذهبية اللي هي من الساعة 10 للساعة 2، هذه تعتبر الجولدن أورز، الواحد مفروض ما يخسرها ويحرص أن ينام في هذا الوقت. الكثير يقول أنا أسهر الليل وأنام الصبح، ما فيها فايدة، لأن هرموناتك وجسمك يحتاج أن يجدد نفسه في هاي الفترة، فلازم الواحد يحرص أنه ما يسهر كثير، ما يرهق نفسه وما ينام الليل، لأن نومة الليل لا تعوض صراحة. أي. أنا الجروث هرمون مثل ما قلت في الدكتورة، الجروث هرمون هرمون النمو أي. ما يكون يعني نشيط إلا في هالساعات اللي من الليل. فالإنسان أنا أنصح بشكل عام، أحاول إني أطبقها شخصيا، النوم مبكر. إحنا كلنا بين فترة وفترة تمر علينا فترات نسهر فيها، يعني هذا شيء طبيعي، لكن إن إحنا نتحدث عن اللي هو سلوب حياته كل يوم هو على هاي الحالة، ما ينام الليل وينام الصبح، هذا يعتبر يعني أسلوب حياة غير صحي، وراح تكون له عواقب على المدى البعيد. صحيح. وبعد التأمل والاسترخاء دكتور، احنا تكلمنا عن هذا وبعد نشدد عليه. وعندنا التخلص من العادات السيئة بقدر المستطاع. أهم نقطة في التخلص من العادات السيئة أنك أنت تكون واعي شو هي النقاط اللي تحتاج تطوير، اللي تحتاج أنك مثلا تتخلص منها، تحتاج أنك تقلل منها عشان تكون في أحسن صورة وأحسن صحة. هذا اللي أنا، هذا الموضوع اللي أنا بتكلم عنه، أنه طرق الوقاية، الوقاية خير من العلاج. بالضبط يعني شيخة، شكرا على معلوماتك الجدا قيمة، شكرا على وقتك الثمين، والحديث معك جدا ممتع وجدا رائع، شكرا، يعطيك ألف عافية. شكرا دكتورة، مع السلامة. كانت معنا شيخة الأحبابي أخصائية التثقيف الصحي، وحدثتنا بما أن اليوم يصادف اليوم العالمي للتوعية بالسرطان، حدثتنا عن أهمية تبني أنماط الحياة الصحي للوقاية من السرطانات. أنا أزيد على كلام شيخة أن أيضا في أهمية الفحوصات الدورية، كل شخص لازم يحط في باله أن بين فترة وفترة لازم يسوي فحوصاته الدورية بشكل عام وبشكل خاص لأنواع معينة من السرطانات. إذا أنت كنتي امرأة لازم تحطين في بالك أن أنت لازم تقومين بمسحة الفحص هذه لسرطان عنق الرحم، إن كنتي متزوجة تسوين هذه المسحة كل 3-5 سنين لازم أنت تسوين هذا الفحص، وأيضا لازم بعد سن 40 تبدأين تفكرين أن أنت تسوين فحوصات الكشف عن سرطان الثدي، هذا أيضا جدا مهم. وإذا كان عندك تاريخ عائلي، أنا أنصحك أنك أنت تبدأين فحوصاتك هذه شوية أبكر عن المعتاد. وبعد إن كنت أنت رجل، لازم أتحط في بالك أن لازم تقوم بفحص سرطان البروستات، لأن هذا الشيء جدا شائع عند الرجال، وخصوصا إذا أنت وصلت سن 50 وطالع، أنا أنصحك أنك أنت تستشير طبيبك وتطلب أن يسوي لك هذا الفحص. وأيضا إذا أنت كنت من ضمن المدخنين، إحنا ننصح أنك أنت أيضا تقوم بفحص دوري للكشف عن سرطان الرئة. وبشكل عام أيضا أنصح الجميع أنهم يبدأون يفكرون في عمل فحوصات دورية لمعرفة إذا كان فيهم أي شيء من خصوص سرطان القولون، وإحنا ننصح أنهم يبدأون يفكرون في عمل هاي الفحوصات من عمر
45 أو 50 وطالع يستشيرون طبيبهم ويطلبون إجراء هاي الفحوصات. طبعا في العديد من الفحوصات، أنا اللي ذكرت لكم هي الأكثر شيوعا. هاي كانت حلقتنا لليوم أعزائي المستمعين. أذكركم أن ما زلنا إحنا نقاوم ونحارب جائحة كوفيد-19، فالتزموا بإجراءاتكم الاحترازية، وما زال علينا أن إحنا نحافظ على لبسنا للكمام طوال الوقت. أشكر لكم حسن متابعتكم، حسن استماعكم، آملين أن نكون عن حسن ظنكم، وأتمنى أني قدرت أفيدكم ولو بالقليل. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، وخصوصا للأستاذ أحمد سلامة اللي كان مساعدنا في التنسيق والمتابعة، وطبعا كل الشكر لمخرجنا سعيد المر. كانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.